هنا روسيا مع الزميل عمرو عبد الحميد، ومتواصلين طبعا في هذه التغطية من على شاشة فقط. معنا طبعا من كاترين بورغ الزميل عمرو عبد الحميد. مساء الفل، كل سنة وانت طيب من داخل استاد كاترين بورغ. منور كاترين بورغ، ويا رب دايما في إبداع وتألق. شكرا جزيلا، مساء الخير نوران، مساء الخير لكل الزملاء ولكل السادة المشاهدين، وكل عام وأنتم بخير. أنا أمام استاد يكاترينبورغ أرينا، وتحديدا يمكن خلفي الآن المدرج الخاص بالجماهير المصرية اللي من امبارح بالليل بتواصل تشجيعها وبتواصل هتافاتها. يعني بعض سكان يكاترينبورغ النهاردة بيقولوا المشجعين المصريين عاملين حالة في المدينة ما حصلتش قبل كده ولم تشهدها المدينة من قبل، هتافات وشعارات وأغاني. يمكن النهاردة احنا وصلت طيارتنا من طبعا يعني انا الساعة 5 الصبح، وكانت تقريبا نص طيارة من المشجعين المصريين. تمام، متأكدة أنه 100 مليون مصري لو كان في إيديهم يروحوا لكاترينبورغ النهاردة عشان يشجعوا منتخبنا الحبيب كانوا عملوها، بس طبعا ده شيء غير مستطاع، ما فيش يعني قدرة أن 100 مليون يروحوا. فعشان كده يعني أنت عيوننا هناك في كاترينبورغ، عايزين نعرف من خلالك كل تفصيلة الأحداث. يا ترى الجو في كاترينبورغ زي لوجينكي برضو لطيف، ولا عشان فرق الساعتين ونص ممكن يكون الجو مختلف؟ وكمان الساعة كام في روسيا دلوقتي تحديدا عشان الناس كلها تكون عارفة كأنها موجودة؟ طيب الساعة دلوقتي تقريبا 4:30 و5 بتوقيت يكاترينبورغ، اللي بيفرق ساعتين عن توقيت العاصمة موسكو وثلاث ساعات عن توقيت مصر. من المفترض انه المباراة تبتدي الساعة 5 بالتوقيت المحلي، يعني الساعة 2 بتوقيت مصر. وبالفعل قبل دقائق قليلة وصل الأتوبيس اللي بيقل أبطالنا، بيقل لاعبي المنتخب الوطني. الجو صح وجميل جدا، يمكن درجة الحرارة حوالي 15-16 درجة، يعني جو يشجع على اللعب، ويعني مش برد قوي، في شوية ريح لكن مش برد قوي. طيب الجو مناسب جدا ان احنا نشوف مباراة حلوة من خلال المتابعة امبارح. بقول في الأول يمكن المدرج اللي خلفي الآن يعني ممتلئ عن آخره. تمام، من خلال المتابعة امبارح عرفت انه تقريبا المساحة في يكاترينبورغ 35,000 مشجع، لكن لوجينكي اللي شهدت مباراة السعودية وروسيا 85,000. هل يا ترى المشجعين المصريين أعدادهم كبيرة النهاردة؟ هل فعلا في حماس ولا أعداد مشجعي الأوروغواي أكتر يا ترى؟ بالفعل طبعا هي يكاترينبورغ مقارنة بموسكو مدينة صغيرة، تعتبر من الأقاليم، والاستاد أصلا اللي احنا زرناه تقريبا من سنة يمكن كان عدد المدرجات أو عدد المقاعد لا يتسع لأكثر من 25,000 متفرج، لكن في مدرجات إضافية اتعملت خصيصا لكي يتوائم استاد يكاترينبورغ أرينا مع متطلبات الفيفا. الساعة الرسمية أصبحت الآن 35,000 متفرج.